حاولت في هذا الجزء من المحاضرة أنه أنوه على أهمية حسابات المتجهات اللي ممكن تحلك مشاكل تواجهها في حل مسائل التوربينات البخارية. فإذا كان لدينا متجه بهذا الشكل وليكن C2 ومتجه آخر C1، الزاوية بيناتهم هي ثيتا، فهنالك محصلتين لهذا المتجهين. المحصلة الأولى مثل ما تشوفون هذه المحصلة، يعني أقدر أقول عليها الصغيرة، والمحصلة الثانية لهذه المتجهين هي المحصلة الكبيرة، يعني أكو قطر صغير اللي هو هذا القطر والقطر الكبير، كلاهما يعتبر محصلة للمتجهين، أحدهما يعني كأنه حاصل الجمع وأحدهما كأنه حاصل الطرح. القانون اللي ممكن أستخدمه لحساب المحصلة الصغيرة اللي هنا أنا مسميها C4 والمحصلة الكبيرة اللي هنا أنا مسميها C3، أستخدم ما يعرف بالرياضيات بقانون الكوساين. فالمحصلة الكبيرة هي C3 تربيع تساوي المتجه الأول تربيع زائد المتجه الثاني تربيع زائد 2 في المتجه الأول في المتجه الثاني في كوساين الزاوية. أما بخصوص المحصلة الصغيرة اللي أنا هنا مسميها C4، فنفس القانون ولكن استبدال الإشارة C1 تربيع زائد C2 تربيع ناقص، وما أنسى هذا تربيع، يعني إذا تريد القيمة لازم هذا تحت الجذر. القانون الآخر اللي استفاد من عنده ممكن في حسابات مثلث السرعة هو قانون يعرف بقانون الساين بالرياضيات. هذا إذا عندك مثلث زوايا ثيتا 1 ثيتا 2 وثيتا 3، طبعا مجموع زوايا المثلث مثل ما نعرف من مبادئ الرياضيات هو 180 درجة، فإن C1 تقسيم ساين الزاوية المقابلة لهذا الضلع تساوي C3 تقسيم الزاوية المقابلة للضلع C3 وهي ثيتا 3، وتساوي C2 تقسيم ساين الزاوية المقابلة لهذا الضلع وهي ثيتا 2. يعني ممكن تاخذ جزء من هاي المعادلة، يعني C1 ويا C2 أو C2 ويا C3 أو C1 ويا C3 وتحل لك مشكلة. حاولت أجمع العديد من المعادلات اللي ممكن تستفاد من عدها في حل مسائل التوربينات البخارية. فأمامك مثلث السرع مثل ما تشاهد، وهذا مثلث السرع بالحقيقة هو اللي تتمحور عليه المسائل، فينطيك معلومة مثلا ضلع ويخفي لك زاوية أو يعطيك زاوية ويخفي ضلع وهكذا. حاولت أجمع كل المعادلات اللي أنا يعني سابقا موجودة عندي بالأرشيف أسئلة، فشفت المعادلات هذه هسه حاليا، وربما يوجد بعد أكثر، يعني شوي يتطلب الأمر بحث لأنه حلول المسائل ما مرتبة. يعني سويت ريفيو شلون تقول، فجمعت كل هذه القوانين اللي أريد من عندك تتابعها. يعني هذا القانون من يقول صحيح أريدك تتابعه بالرسم، فظل الزاوية بيتآي هو المقابل على المجاور، شوف المقابل وشوف المجاور، الكلام صحيح، ربما غلطت في مكان ما، حاولت جهد إمكاني أنه أتابعهن وراجعتهن وإن شاء الله ما موجود أي خطأ، بس ربما أكو خطأ بالطباعة. قيمة الـ FE وقيمة الـ FI شوف شلون يعني متساويات في حال أنه تحسبهن من جانب السرعة النسبية أو من جانب السرعة الأبسوليوت وهي السرعة المطلقة. هذه أيضا المعادلة مهمة بعدين نحتاجها في عمل اشتقاق معين. قانون الكوساين طبقته للضلع بي اللي هي سرعة الريشة، والضلع II وهي سرعة البخار القادم من المنافذ والسرعة النسبية. قانون الساين أيضا إذا تتبع تشوف شلون صارت هسه هذه الزاوية، شلون صار بي، يعني هنا مثلث يتكون أضلاع من سرعة الريشة والسرعة النسبية الداخلة والسرعة المطلقة الداخلة، وشوف الزوايا اللي محصورة في داخل هذا المثلث، هل هي فعلا بيتا اي ناقص الفا اي، هل هي الفا اي، هل هي 180 ناقص بيتا اي، اكتشف هذا الشيء لان مفيد لك. يعني انت من تصفن على المثلث راح تحل مشاكل ان شاء الله ممكن تكون صعبة عليك بالفهم في الهوم وورك. جهزت مثاليا يعني نستفاد من عدم بحل الواجب، اللي حاليا الواجب يقتصر فقط بالمعلومات اللي لحد هذه اللحظة أخذناها.
أعتقد 4 أو 5 مسائل، ما أتذكر، الصور فقط 4. نقرأ المثال رقم 1: في توربين دفعي، طبعا ستيج 1 حسابات مثل ما ذكرنا، المين ديامتر للبليد رينج يعني عجلة الريش، القطر مالتها 800. احنا نحتاج هذه دائما في حساب سرعة الريشة، لازم يعطينا ايضا سرعة دورانية هسه مثل ما نشوف، او يطلب ربما اذا كان هنالك معلومات. السرعة الدورانية مثل ما توقعت نعطيها هي 3000 ريفوليوشن بير منت. ما ننسى دائما الريفوليوشن بير منت لازم نتخلص من عندها ونحولها الى راديان بير سكند في 2 باي على 60. البخار يخرج من المنافذ بسرعة مقدارها 300 متر بالثانية، اذا هاي هي الاي اي. زاوية المنافذ 20 درجة، اذا هي هاي الالفا اي. اذا بليد ار سيمتريك، مهم جدا انه انت من تقرأ السؤال بعض المعلومات تدونها، فمن يقول لك سيمتريك معناته بيتا اي تساوي بيتا اي. البليد فيلوسيتي كوفيشينت، وقلنا هذا معيار لقيمة الاحتكاك مرتب لهذا الموضوع، لان تفاصيل الاحتكاك ما نقدر ندخل بيها، فسووا قيمة الاحتكاك بمعامل معين اصطلح عليه بالفيلوسيتي كوفيشينت، بليد فيلوسيتي كوفيشينت، فقيمته هنا 0.86. هذا يربط لك الار اي مع الار اي، يعني هو هذا المعامل اللي نقلك من مثلث الدخول الى مثلث الخروج. مطلوب من عندي احسب القدرة المنتجة بالريش المتحركة، ومطلوب من عندي انه اعتقد الكفاءة ربما. اذا علمت ان قيمة الدفع المحوري ناطينا اياها قيمتها 140 نيوتن، اكيد لازم نستفاد من عدها. مسائل التوربينات البخارية طلاب يعني متمحورة حول هذا الرسم، انزل عليها كل المعلومات وابدي اتقصى عن المطلوب بالسؤال اللي هي الباور منين اجيبها، فابدي بحساب قيمة سرعة الريشة اللي هي باي في الدي في الان تقسيم 60. يعني منين اجى هذا القانون؟ اجى القانون من دي على 2 في السرعة الدورانية بوحدات راديان بالسكن، فنحصل على سرعة الريشة قيمتها 125.6 متر بالثانية. نعطيني أنا زاوية الريش 20، ونعطيني الأي آي 300. هذا القانون أنا شفته هواي متكرر بحل المسائل، إذن هذا القانون مهم، أقدر من خلاله أحسب زاوية السرعة النسبية وهي زاوية الريشة ذاتها اللي مثل ما قلنا متماثلة. فانتبه لهذا القانون مهم جدا، تعويض مباشر. حسبنا الزوايا اللي هي مثل ما قلنا متماثلة 33 درجة، استخدمنا هذا القانون اللي أنا سبق وأشرت إلى أيضا في الريفيو مال المعادلات المهمة. يعني قيمة الأف آي أقدر أحسبها من جانب السرعة النسبية ومن جانب السرعة المطلقة، إذن هذه القيمة مساوية لهذه القيمة، وبإمكاني أحسب الآر آي اللي هي السرعة النسبية. ليش أحسب السرعة النسبية؟ لأن هي اللي تدخل في حساب قيمة الأوميجا. الأوميجا هي R I كوساين بيتا I زائد R E. ال R E منين نجيبها، أو ال R out ما يفرق، يعني out أو ال exit، من معرفتي لقيمة ال K وهو ثابت معامل الاحتكاك، فحددنا 161. هسه صار يعني قيمة الباور تقريبا كل الأركان مالتها معلومة، اللي هي B والM dot والأوميجا. الأوميجا يعني هي تساوي R I ساين ألفا I ناقصا العفو، هنا تطبيق لقانون ال FXL، لأن ال M dot مجهولة، فبما أنه ال FXL معلوم فأطبق قانون، لأن أيضا ال RI وال Alpha I هي من ضمن الحسابات المطلوبة لإيجاد قيمة ال F. ال F هي أساسا معلومة، فاستنتج من قيمة ال FXL قيمة ال M dot، قيمتها 9.7، وبالتالي رجع بإمكانك أنه تحسب الباور، لأن الأم دوت كانت مجهولة، وطبق قانون البي أم دبليو ليجد أن قانون لأن قيمة الباور هي 355. أعتقد طلاب هنا انتباه، هذا القيمة خطأ، هي بالحقيقة زائد المفروض. أرجو من عندكم أنه تتابعون أنه النتيجة مبنية على أساس ناقص أو زائد. أنا أعتقد مبنية على أساس زائد، بس من بالطباعة يعني انطبعت على شكل ناقص، لأن أنا هذا متأكد من الحل مالتي. المثال الثاني، حاولنا نجيب من الأرشيف سؤال، وهو سؤال نهائي للعام الدراسي 2006-2007، تقريبا نفس المعلومات
speed of impulse turbine with single row of wheel, السرعة الدورانية لتوربين دفعي قيمتها 2400 revolution per minute. المين ديامتر اوف بليد ايضا القطر مال عجلة الريش هو 95 سنتيمتر. The ratio of relative velocity at outlet from blade to that in inlet is 0.8 اللي هو هذا blade velocity coefficient اللي قيمة الكي اللي قلنا يعبر عن الاحتكاك. بليد سبيد ريشيو قلنا هذا من أيضا المعايير المهمة اللي راح نشوف لها تأثير في قيمة الكفاءة العظمى اللي ممكن نحصلها بي على اي اي. بليد فيلوسيتي بليد سبيد ريشيو قيمته بي على اي اي، فإذا حسبت أي وحدة من عدهن البي أو الاي اي الثاني ممكن توجدها بوجود قيمة النسبة اللي هي 0.4. زاوية المنافذ قيمتها 20. وهنا ذاكر لي انه الاوتليت انجل اوف بليد از 2 درجه ليس ذان ذا بليد انلت انجل، يعني زاويه الخروج اقل من زاويه الدخول بدرجتين، يعني اذا لقيت البيتا اي تنقصها درجتين تحصل على البيتا اكزيت. مطلوب من عندي ارسم المثلث مال السرعه وقيمه جريان 5.4 كيلوغرام بالثانيه. مطلوب من عندي احسب هالمره الاكسيال تراست وقيمة الـ Output Power والـ Diagram Efficiency. هنا يعني يقصد بها الـ Blade Efficiency، بعض الكتب يشير لها إلى أنه Diagram. Diagram يعني الشكل، لأن أكو ريشة الشكل مالتها Impulse وأكو ريشة الشكل مالتها Impulse Reaction، يكون الديزاين مالتها على شكل Nozzle. نفس المعلومات تقريبا السابقة موجودة، وصي الطلاب أنه ينزلونها على المثلث دائما على مود يكونون على بينة شنو المعلوم شنو المجهول، ضلعين وزاوية، زاويتين وضلع، وهكذا مفاهيم الرياضيات الهندسية استفيد يعني من أي معلومة موجودة على مود أحسب اللي مجهول. قيمة البي كما في المثال السابق أحسبها من القانون، إنه نصف القطر مضروب في السرعة الدورانية بوحدات الراديان بير سكن. انتبه دائما لوحدات السرعة الدورانية، لازم وحداتها راديان بير سكن. بعض الطلاب مرة جبت سؤال الوحدات مالته هرتز، فما يعرف شنو الهرتز. الهرتز وحدات سايكل بير سكند، وهذه ماخذينها حتى بالهندسة الكهربائية عموما، يعني ربما ريفوليوشن بير مينيت، ربما ريفوليوشن بير اور، وهكذا. انت انتبه لازم وحدات السرعة الدورانية هي راديان بير سكند. فقيمة السرعة 119.3. مثل ما قلنا وجود قيمة البي اقدر احسب الاي اي، لأن الموجود بليد سبيد ريشيو النسبة بين البي على الاي اي قيمتها 0.4، فقدرنا نحسب سرعة البخار القادم من المنافذ 298. نفس القانون السابق أنا قلت لكم هذا هواي متكرر بحل الأسئلة، فهو إذا قانون مهم، قانون التان بيتا اي، تابعه وشوفه على الرسم. بإمكانك أنه تحسب من خلال البيتا اي، ومثل ما قلنا زاوية الخروج هي أقل من الدخول بدرجتين، فراح تكون إذا قيمة البيتا اي 32 فقيمة البيتا اي هي 30. دائما أنا همومي في حساب الار اي والار اي، لأن هي اللي راح تمكنني من حساب الاف اكسيل. فالار اي أيضا أستخدم نفس القانون السابق اللي هو بالحقيقة تعبير عن الاف اي، زاوية الجريان بالمدخل أقدر أحسبها من جانب السرعة المطلقة ومن جانب السرعة النسبية، وبوجود قيمة الكي اللي هو 0.8 أتمكن من حساب الـ RE، وعند ذاك أقدر أحسب الـ FXL وأقدر أحسب الـ F power اللي هي مستندة على الأوميجا اللي هي من دلالة المركبات الأفقية بالكوساين مجموع، بينما هنا المركبات الأفقية هي اللي تقودني إلى معرفة الـ FXL. الكفاءة هي حاصل قسمة الباور تقسيم الطاقة الداخلة أو الباور الداخلة إلى الريش المتحركة، اللي هي بالحقيقة عبارة عن طاقة حركية قادمة من المنافذ نصف أم أي آي تربيع، تكون كفاءة الريشة هنا مثل ما قلنا مرات يسمونها دياغرام مرات يسمونها بليد، قيمتها 78.4. إن شاء الله ماكو شيء يعني صعب في حل أربع أسئلة مثل ما قلت أربع أسئلة،
أتمنى من جميع الطلبة أنه يحلونهن ويعتمدون على أنفسهم، ولا بأس بإجراء مناقشة مع الطلاب إذا وقفت عند مشكلة معينة، ولكن أتمنى من جميع الطلبة أنه يبتعدون عن النقل المباشر اللي أسميه بصراحة النقل العمياوي. يعني زميل إلك يغلط تلقى الغلطة مستمرة عند كل الطلبة، هذا دليل أنه هذا جاي ينقل بدون ما يفكر نهائيا. أنا أعطيك إياهن على مود أخفف عليك التعب مال الامتحان، فأنت أصفن بيهن، اتعب بيهن شوية على مود باشر عقبه بالامتحان ما راح تبذل جهد أكثر، بإمكانك السيطرة على المادة أكثر، فانتبه لهاي الأسئلة راح تخفف على نفسك جهد الامتحان. وإن شاء الله أنا حاضر لأي سؤال. شكرا جزيلا.